السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. دونك عندنا واحد الطير هنايا مريض بمرض الصرع، دونك غادي نوريكم واحد الطريقة بسيطة سهلة وما تطلبش حاجة كتيرة، تطلب عا التومة والماء وشوية ديال الخل ديال التفاح. دونك غتشدي التومة، غتشدي ثلاثة الريوس ولا أربعة الريوس ديال التومة، غديرهم في إطرو ديال الماء، وغتشدي عاشق صغيرة ديال الخل ديال التفاح، وغادي تريتي الفرخ، وبإذن الله غادي يبرى. وهاد الفرخ هذا غادي نبقى نتبعو معاكم حتى تيبرى إن شاء الله. طريقة سهلة، غادي تخلي داك الماء مدة ديال 3 أيام ولا يومين حتى تيطلق الريحة فيه مزيان، وترشي الطير ديالك، ما تشديه ما تحكي ليه لا بصلة لا حتى حاجة، عرشيه دونك دابا رشينا الطير ديالنا، غترشيه حتى يفزق وتحطيه، غترشيه مدة ديال أسبوع، غترشي الطير لمدة ديال أسبوع، وبإذن الله غادي تكون النتيجة مزيانة. هو الطير اللي شتوه راه قرع، حيد ليه الريش كاع من راسو. وهاد الطريقة راه فايت مجربها هنا، وراه يعني تخي في كاس، راه زعما راه النتيجة ديالها مضمونة. ما تبقايش دير الطير بيديك وحكو ليه التومة، دير ليه راه تا لو ستريس، راه تا تستريسي الفرخ، الفرخ خليه بلاصتو، رشيه عا بالماء اللي رقدتي فيه التومة والخل مدة ديال أسبوع، كاع دوك الفطريات ولا لي باكتيري اللي كانوا ليه اللي تياكلو ليه في داك الريش غادي يموتو، وغادي يبدا يطلع ريش جديد. يالله السلام عليكم. وهاد الطير هدا إن شاء الله راه غنبقى نتبعو معاكم حتى تيبرا باش تشوفو النتيجة بإذن الله. وراه مكايناش ديك الهضرة ديال الطير إلا كان قرع غادي يبرا في 5 أيام ولا سيمانة، راه هكدو. راه كاينين واحد النوع ديال البشر تيشدو الطير تيكون في البدالة، وتيقولو راه في مرض الصرع، وتيقولو وتيبداو يداويو فيه بالتومة وداكشي اللي تيديرو هما، وتيقولو لك راه برا في أسبوع. مرض الصرع ما تيبراش في أسبوع، مرض الصرع تيبرا من 15 يوم الفوقي باش تيبدا الريش يطلع. يلا الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صافي من الطائر ديالي هنا نشوفوه فزق مزيان، صافي نحبسو الماء وندومو هاد الطريقة هادي ديال الرشان أسبوع كامل، أسبوع تيموتو دوك الفطريات اللي تياكلو ليه الزغب، اللي تياكلو ليه الريش تاعو يموتو، وديك الساعة راه غادي ينوض ريش جديد. وراه الطريقة راه مضمونة 100%، ما تشدي الطائر ما تحكي ليه توما في راسو، ما الطائر خصك ما تشديهش بيديك، دير التومة إطرو ديال الماء، دير فيه ثلاثة الريوز ديال التومة، دير فيه عاشق صغيرة ديال الخل، ورش ديال التفاح، ورش الطائر ديالك لمدة ديال أسبوع، وهاد الطائر تا هو راه غنتبعوه تا تيبرا. وفاش غادي النتيجة النهائية إن شاء الله راه غنوريها ليكم. وراه ما كايناش ديك الهضرة ديال الطائر يبرا ليك في 5 أيام ولا في أسبوع، مرض الصرع راه تيطلب شويه ديال الوقت، راه من 15 يوم الفوق هي اللي باش تيبدا دوك تيبدا الريش تتبان العلامات تاع الريش جاي. راه الانسان ما يقولش راه يتريتي ويقول راه ما دارش النتيجه ولا، راه الصرع راه مرض اللي ما تيداوش 5 أيام ولا في اسبوع، تيبغي شويه ديال الوقت
كيبغي شي ديال الوقت، الانسان خصو يكون شويه الصبر. نتيجه مضمونه ومجربه في 100%. عندك الطائر هذا شهر يولي طائر اخر، يولي مزيان 15 يوم تبدا النتيجه تبان. ميبغيش يولي الطائر مكسي كامل بالريش، خاصك واحد الشهر بالقله، واحد الشهر. والطائر الا ما داواش يقدر يموت، و 90% تيموت. هو الطائر هذا مرض الصلع، راه مرض معدي. الا كان عندك شي طائر فيه الصلع ما تخليش معاه طيور الصحاح، لان دوك لي باكتيري اللي تيكونوا في الطائر تيتنقلوا لطيور اخرين صحاح. ديما الطائر فاش تشوفيه مرض الصلع ديريه بوحدو وتريتي بهذا المنقوع اللي درت، وراه ان شاء الله غادي يبارك الطائر ديالك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم الاخوان. دونك لا غادي نوري لكم الطريقه باش تنقي لي كاج، باش تنقي القفوزه. دونك طريقه سهله، بيت القصيد راه ماشي هو هاد المجرده اللي جريت. بيت القصيد هو داكشي اللي تيكون داخل، في القفز. هانتوما الاخوان، شيتا ديال السنان قديمه وما تستعملوهاش، هي باش تنقيو القفز من الداخل بلا ما تبقاو تخشيو يديكم وتبقاو ديرونجيو في الفرخ. طريقه بسيطه وسهله وما مكلفه حتى حاجه. شيتا قديمه، ما تستعملوهاش، كانت غادي تلاح ولا شي حاجه هزوها ونقاو بها الكاج ديال الفرخ، لان هذاك الوسخ الى بقى لداخل ماشي في صالح الفرخ. والشيطه راه تدخل بين السلك، تدخل فاسيل مون، تدخل بسهوله زعما ماشي. تكمل هاد الجهه هاديها ندورو الجهه اخرى. الخلاف البدالة الفرخ القفز راه كان عامل كلو ريش. دونك تهزي القفز واحد شويه ودوزي الشتا من تحت باش كاع داكشي اللي ضربتيه يطيح الأرض. هذاك الشيء اللي طاح من السرير تطيح في السلك ديال القفز التحتاني، خاصك ضربيه تاهو بالشيتا باش يتحيد. ها هو القفز ديالنا دابا، ولا بروبخ ولا نقي. والفرخ بقى ما مديرونجي ما حتى حاجه، الفرخ بقى دابا تبقى تخشي يديك دفع في البزق بصبعك ولا بشي حاجه، تبقى الفرخ يبقى سير ستريس. الفرخ تيولي ديرونجي فهمتي، ما لا ما خشيتيش يديك ونقي ليه القفز، راه القفز تي نقا احسن من اليد، حتى الشتا تتحيد الوسخ. او ميم طون الفرخ تيبقى ترونكيل، تديرونجيه ما والو. هدا راه جين ديال الحسون جاسبي. تنقي بالزوان، الا كانت ما فيه لا غبره لا والو تنزيدو عليه زوان اخر جديد، ولا كان مغبر وفيه الغبره راه تنحيدوه تنلوحوه وتنديرو زوان جديد. هذا راه ديال كندا، نقي ما فيه لا غبره لا والو صافي. تنهزو هاد المعيفه تاع هي، ها هي نضربوها بالشيتا تا هي نقيها. صافي تنديرو واحد الشي ديال لو صابون ديال الرمله، نديرو شي ديال الرمله مزيانه طيور من فوق، صافي. مرات الاسبوع عطيهم الرمله ولا الحجر ولا اللي كان موجود،
وانا ديجا عندي الحجر نخلطو ليه مع الماكلة. هذاك الحجر الرقيق نخلطو ليه مع الماكلة، الحجر الرقيق نخلطو انا مع الماكلة، ما تنلصقش هذيك الحجرة تيبقاو يبزقو في وجهها. نشري واحد الحجر الرقيق تيتباع خاص ديال الفراخ وفيه الريحة زوينة، فيه الريحة ديال البسباس، كديري مع الماكلة باش يكون الفرخ ياكل الماكلة ديالو، تيهز معاها الحجر راك رقيق بزاف، تيتهز معاها الماكلة و تياكلو مع عمر الفرخ ديالك، ما يكون عندو مشكل ديال الأمعاء، لحقاش هداك داك الحجر تيساعدهم في الهضم ديال الأكل. صافي دابا الطير ديالنا هاهو دابا نقي، ندير السويك ديالو نديرو في السويك ديالو ونديو مع الاخرين. يلا اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونتمنى هذا الفيديو يفيد الجميع.